طيب طبعا احنا عملنا الفانكشناليتي بتاعت اللوج اوت واللوج ان والحاجات اللي موجوده عندي في الناف بار واللي موجوده عندي هنا في الكومبوننت. انا شايف ان ده مش ظريف، يبقى انا لازم اجمع الكلام ده كله في سيرفيس، يبقى انا عارف ان السيرفيس دي موجود فيها الميثود اللي بتعمل لوج ان وبتعمل لوج اوت، تمام؟ خلاص. فطول ما الدنيا بتكون سنترلايزد، كل ما انت عارف ان الموديفيكيشنز والتعديل بيكون اسهل، فانا كل اللي انا محتاج اعمله ان انا هبدا انهانس الفانكشناليتي بتاعتي واعمل الكلام ده جوه ايه سيرفيس، وده الطبيعي اللي احنا ايه نعمله. خلاص. طيب انا هعمل نضيف، هعمل حاجه اسمها ان جي جنريت سيرفيس، وهعمل حاجه اسمها اوث اوثنتيكيشن. خلاص، وهو كده كده باي ديفولت بي ايه بيضيف الاسم بتاعها. طيب تعالى، خلاص هو كده نزل الاوثنتيكيشن، وطبعا برضو في حاجه احنا عملناها غلط اللي هي ايه، هو نزلها، انا دليتهم تاني. لا اعملهم بقى جوه فولدر احسن، بحيث ان انا ايه اجمع الدنيا. سيرفيسز سلاش اوثنتيكيشن، تمام، ده كده السيرفيس تمام. طيب هحتاج اعمل ايه؟ تعالى ناخد كل اللي موجود عندي هنا، ناخد منه كوبي وبيست جوه مين الراجل الطيب ده، ونبدأ ان ايه نيوز. محتاج ده كمان، مش محتاج طبعا دي هنا، ولا محتاج ان انا اصين هنا، ولا محتاج دي هنا. طبعا انا ممكن اعدي دي ايه او معايا ان دي سيرفيس واخليها ايه اوثنتيكيشن سيرفيس. خلاص، و دي كده تمام. خلاص، واحنا عملنا هنا اللوج اوت. تعالى ناخد برضو بتاعت، شيل دي دلوقتي، دي كده كانت بتاعت اللوج اوت. طبعا انت هنا عشان تمشي الدنيا محتاجت ايه تانجكت، انت عملت هنا تقول له سيرفيس ذس دوت سيرفيس دوت ايه اللوج اوت. خلاص ده كده تمام. طيب محتاج كمان تعمل ايه؟ تعالى نجيب بتاعت اللوجن، اللوجن كانت موجودة في الكومبوننت بتاع اللوجن، تاخد دي كده في، يبقى كده الدنيا تمام. طيب انا هنا ماشي، خليها بالفاير بيز عادي مش مشاكل، ماوس علق فاير بيز، هقول لو قلت له فاير بيز دوت اشتغلت ماشي الحال. بس طبعا احنا قلنا الريكومنديشن بتاعنا اعمل ايه دايركت على طول، استخدم الكلاسز عشان ما ايه ما يبين لكش، ولكن السرعه دي كده ما عادش محتاجينها. انا بس هقول له هنا ايه سيرفيس. خلاص، وهانجكت مين يا جماعه الاوس سيرفيس بتاعتي، وهاجي هنا بقى الكود بتاعي يكون كلين شويه وبقى احسن شويه، اقول له ايه انا بس بنادي لمين للوجن بتاعتي. خلاص. طيب الحاجة التانية طبعا ما عادش محتاج ان انا بقى في كل صفحة قاعد انادي للكل ده، الدنيا بقت اظرف اسهل. خلاص، الموضوع بقى سنترلايزد عندي كده كله تمام. كده السيرفز فيها مجمع فيها كل الفانكشناليتي، بعدل بيسمع في الكل. طيب الناف بار بتاعتي طبعا محتاج يحصل فيها اي تعديل، التعديل اللي انا محتاج اشتغل عليه، هو كده مش هيشوف اليوزر ده. الله ينور عليك، هو كده مش هيشوف اليوزر. خلاص، فكان عندي الميثود، تعالى هنا دي كده اللوجن خلاص ما عادش ليها لازمه. طيب اليوزر بتاعي ده يا جماعه مش هيشوفه، طب اعمله ايه عشان اشوف اليوزر بتاعي؟ قول له سيرفيس، صح؟ اكسبورت ما انت في النهايه عاوز سيرفيس. في النهايه سيرفيس. خلاص، او ماشي سميها سيرفيس اوثنتيكيشن، ماشي خليها سيرفيس وخلاص. فهقول له يا جماعه دلوقتي
اقول له ايه عشان تاكسس على اليوزر ده؟ اقول له سيرفيس دوت يوزر. خلاص تعالى نتاكد الدنيا تمام. خلاص كده ايه الدنيا ايه ماشي الحال كده فيها، وظبطنا الدنيا بقت اسهل واظرف. عملنا ايه تاني؟ عملت فولدر موجود جواه السيرفز. طبعا كل شويه هنعمل حاجه نقوم عاملين ايه نكستراكت الحاجه دي كلها ونحطها، وتبقى بحيث ان هي تبقى ايه سنترلايزد بالنسبه لنا، ونبدا نشتغل ايه عليها بشكل مور ريوزابل واحنا شغالين في البروجكت بتاعنا. كل الحاجات اللي احنا هنبدا نعملها هنبدا ايه نعمل نفس الكونسبت ده، ولكن انا بفضل ان احنا في الاول ناخد راحتنا كده في الكود، وبعد كده نكستراكت اللي احنا عاوزينه. طيب الخطوه اللي بعد كده اللي انا محتاج ان انا اعملها، ان انا دلوقتي عندي يوزر، هقسم اليوزر عندي لنوعين، يا اما يوزر عندي اوريدي عندي لوجن عندي على السيستم خلاص، فهيقدر ياكسس على اليو ار ال. لان انا لو دخلت دلوقتي مثلا وكتبت مثلا ايه برودكتس هنا كان نوت ماتش، ما عنديش حاجه اسمها برودكتس. تعالى ندخل على اي مثلا هنا كونفيج، الراوتنج بتاعنا انا مسميها كنت كاتبها غلط، سميها برودكتس. ادخل مثلا رغم ان انا برودكتس اشتغلت اهي، ادخل بقى على صفحه ادمن حضرتك عاملها ماي اوردر اهي، او خليها مثلا ادمن برودكتس. الراجل دلوقتي ايه اكسس براحته زي ما هو عاوز. طيب انا هعمل ايه في اللي بعد كده؟ في المثال اللي بعد كده هعمل ايه؟ هعمل ان انا هقسم ان اليوزر عندي لنوعين، لا اما انونيموس يوزر، لا اما يوزر اوريدي عنده اكونت. ثم بعد كده الخطوه اللي بعدها بعد كده هقسم اليوزرز اللي موجودين عندي، لا اما ادمن لا اما نورمال يوزر. تمام؟